مرحبا أصدقائي، أنا صديقكم فاضل. اليوم سوف أتحدث عن أشكال تخطيط المدن. هناك 3 أشكال لتخطيط المدن: التخطيط الشبكي، والتخطيط الدائري، والتخطيط الشريطي. التخطيط الشبكي، ويطلق عليه أيضا نقاط الشطرنج، من خصائصه أن شوارع المدن تتقاطع مع بعضها بزوايا قائمة، ويتميز بسهولة ومرونة الحركة، وهي من أشهر الطرق وأقلها تكلفة. ومن أمثلة المدن التي تستخدم التخطيط الشبكي مدينة أبو ظبي. التخطيط الدائري يعد من أفضل الطرق التي تربط بين مركز المدينة والأطراف. من أشهر المدن العالمية التي اتبعت هذا النمط هي لندن وباريس. التخطيط الشريطي هو من أكثر أشكال المدن انتشاراً، وذلك بسبب سهولة معرفة الاتجاهات في المدينة، سهولة نمو مركز المدينة، قلة المشكلات الناجمة عنه. شكراً لاستماعكم، أتمنى أن تستفيدوا من المعلومات التي قدمتها. مع السلامة.